بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الفيديو: معلومة أعجبتني بمجلة بوليتري من سنوات. أثناء سنوات اشتغالي بالمزارع والتي تضمنت بعض تجاربي في مزارع الدجاج والبط المسكوفي، أيضا خلال تنقلي بين مزارع الأرانب، كنت دائم الاهتمام بأي معلومات إضافة لي عن الإنتاج الحيواني والدجاجي، والتي كان إحداها اطلاعي على مجلة بوليتري التي تطبع في قبرص ولبنان وينزل العدد الخاص بها كل شهرين. صحيح هي كانت متخصصة في الدواجن يكتب فيها عمالقة العاملين بهذا المجال، إلا أنها كانت في كل عدد تشتمل أيضا على مقال لأحد الحيوانات الإنتاجية الأخرى غير الدواجن. إلا أن ما أثار إعجابي الشديد في أحد قراءاتي لها هي معلومة عن كيفية الاستفادة من روص دجاج البياض، حيث علمت أنه يتم تجميعه وإعادة تصنيعه لاستخلاص نسبة بروتين منه تصل ل 30% تقريبا بروتين، وذلك بعد إضافة مادة معينة له لا أتذكر اسمها وتحميصه ليخرج منتجا ذا قيمة وفوائد تضاف في بعض مكونات الأعلاف. ده لأن الفكرة كانت أعجبتني جدا. هنتقل للشق الثاني اللي هو ردود على استفسارات مربيين الأرانب. في سؤال بيقول: أنا عندي ذكر عمره 4 أشهر، هل يمكن أن يلقح الإناث؟ هو الذكورة بتبدأ من سن مثلاً 3 أشهر بتبدأ تتحرش وتلقح والكلام ده، لكن طبعا المفروض الأساس خصوصا بالنسبة للأرانب الأجنبي إن الأنثى تتلقح على عمر 5 أشهر، الذكر يلقح على عمر 6 أشهر. معنى كده إن الذكر لما يكون بيلقح وهو عمره كبير 6 أشهر تفرق عن 14، معنى كده ان خصوبته هتبقى متكاملة، يعني كامل خصوبة كاملة، هو هيلقح لكن لما تيجي تلاقي الانتاج ضعيف او فوت او حاجات زي كده ابقى عارف ان السبب ان العمر بتاعه صغير. في سؤال بيقول: في الصيف الارنب تولد؟ طبعا لو كانت عشرة هتولد، طالما قبلت التلقيح ما يجي معادها هتولد، بس طبعا ممكن هتقابل مشاكل بعد كده بالنسبة لدرجات الحرارة، لكن من ناحية هتولد طالما تلقحت بإذن الله هتولد طبعا. سؤال بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأرانب مش عاوزة تاكل إلا علف خالص، وبياكلوا بس الجزر والخيار بس، ايه الحل؟ وبيشربوا ميه كتير جدا. يشربوا ميه كتير جدا لان المعلوم ان الارانب تاكل في الصيف بسيط وتشرب كتير، بعكس في الشتاء، في الشتاء تاكل كتير وتشرب قليل. مش عاوزة تاكل إلا علف خالص، وبيأكلوا الجزر والخيار. ما كونها مش عايزة تأكل العلف، لازم العلف في حاجة، يا إما في عفن أو عطن أو رطوبة أو متبول فيه، فأنت عليك إنك تشوف الكلام ده، لأن الأرانب بتشتغل بحاسة الشم، فتنظف طبعا المعالف وتشوف علفك نظيف ولا ايه وكده يعني.
في سؤال بيقول عاوز دواء للجرب من فضلكم. دواء الجرب مش مجرد اسم، يعني ناس تقول لك ايفوماك، ايفوماك الجرب لكن مش لوحده. ناس تقول لك اكتومسرين، لكن مش لوحده. مرض الجرب، الجرب ده معدي، معدي للأرانب ومعدي للبني آدم. المرض ده علاجه أنا منزله في الحلقة رقم 52، ومنزل كمان علاج المربي لو اتصاب بالجرب في الحلقة رقم 7، يرجى الرجوع إليهم. في سؤال بيقول سلام، الخوت هذه لقنيات يلاه شرتهم كل نهار، يتموت لي 4 شيء حد يفيدني وشكرا. طبعا هو جايب الكلام ده وحاطط صورة بتاع تربية أرضي وصواني أكل فيها النتاج، نتاج جوه صواني الأكل. طبعا يعني أنت متخيل لو مثلا الأرانب اللي جوه الصينية بتاكل دي، واحد منهم تبول والباقي أكل، هيجرى له إيه؟ لازم الأرانب تموت. طالما كمان ان سيادتك ما عندكش خلفية من قبل كده ايه الامراض وايه الاعراض وايه المسببات، فطبعا هتموت. ارنب هياكل علف ملوث، ما هو كده بتبول فيه يعني ملوث، او لو فيه رطوبة برضه يعتبر فاسد، فطبعا بيتأثروا ويبدأوا يموتوا. سواء انت خدت بالك من ظاهرة انتفاخ او اسهال او ما خدتش بالك، لكن هو ده السبب. أخيرا إذا أعجبك الفيديو اعمل اشتراك ليصلك كل جديد، وتقبلوا سلامي وتحياتي.